عايز تربح من الفيسبوك؟ طب عايز تبدأ مشروعك الخاص بيك على الفيسبوك وتبدأ تروج عليه وتحصل على أرباح شهرية؟ يبقى الفيديو ده ليك. بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك دلوقتي وتضغط على الزرار الأحمر اللي موجود تحت الفيديو ده، وطبعا ما تنساش تفعيل الجرس علشان توصلك جميع فيديوهاتنا ومجرد رفعها على القناة، واوعى تنسى اللايك والشير علشان الكل يستفيد. يلا نروح لشرح النهاردة بعد الفاصل القصير ده. النهاردة هنتعرف مع بعض على استراتيجية كاملة من الألف إلى الياء للربح من الفيسبوك. والنهاردة هنستغل الماركت بليس الخاص بالفيسبوك أو متجر الفيسبوك علشان نروج عليه المنتجات بتاعتنا أو نروج عليها منتجات خاصة بالتسويق بالعمولة أو روابط الأفلييت وتبدأ تحقق أرباح. نروح مباشرة على الفيسبوك وتعالوا نشوف الدنيا فيها إيه. وليكن أنا هنا دلوقتي عندي الماركت بليس متوفر أهو، مفيش أي مشكلة، فهضغط عليه علشان يفتح لي الماركت بليس بالشكل اللي قدامنا ده. زي ما انت شايف كل دي منتجات موجودة على الماركت بليس تقدر تبيعها او تقدر تشتريها. زي ما انت شايف سوق كبير قوي 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 تقدر تحقق منه ارباح خيالية. زي ما انت شايف هنا تصفح، فانت هنا داخل على الماركت بليس كأنك مشتري، دي المنتجات المعروضة ليك اللي انت متاحة ليك تشتريها. طيب دلوقتي انا مش عايز اشتري، انا عايز ابدأ ابيع منتجات خاصة بيا علشان ابدأ احقق ارباح. هتعمل ايه؟ هنزل على ايقونة بيع اللي قدامي دي، بيع شيء، واضغط عليها علشان يفتح لي الصفحة اللي قدامك دي. هنا بيقول لك بيع شيء على ماركت بليس او متجر الفيسبوك. المفروض انت بتكتب بيانات او الداتا الخاصة بالمنتج اللي انت هتروج ليه. طيب هنقف هنا لحظة ونراجع شوية داتا ومعلومات مهمة جدا بخصوص المنتجات اللي انت هتبيعها. هل انت عندك مثلا منتج ما ايا كان نوعه انت بتبيعه، انت تمتلكه في ايدك كده وعايز تبيعه بالسعر اللي انت شايفه مناسب ليك، ولا انت اصلا ما عندكش منتجات وعايز تشتري من سوق او جوميا او ادمتات او جير بيست، اي موقع تسويق بالعمولة او امازون، وتبدأ تاخد المنتجات دي تشتريها وتبدأ تبيعها، ولا عايز تروج للمنتجات ديت لحد ما يتم طلبها وتتعامل مع العميل فتبدأ انت تشتريها وتبدأ تبعتها له او تشحنها له او توصلها له بالطريقة المتاحة. كل دي طرق بتنم في الاخر عن طبيعة المنتج اللي انت هتسوق ليه. وليكن انا هنا مثلا عندي مثال موقع سوق، انا شغال مثلا افلييت على سوق، وكمان شغال افلييت على ادمتاد وشركة جير بيست الخاصة او المرتبطة بادمتاد. كل دي شركات تقدر تسوق عليها، وانا هسيب لك رابط شرح موقع ادمتاد بالتفصيل وازاي تشترك بالتسويق بالعمولة في موقع ادمتاد وتبدأ مشروعك الخاص في التسويق على الفيسبوك. المهم انت بتختار اي منتج انت عايز تسوق له، سواء بقى كان المنتج ده في ايدك او منتج موجود على سوق او جير بيست او ادمتاد او اي موقع تسويق بالعمولة. طيب احنا هناخد مثال النهاردة كأنك هتاخد منتج من سوق او جوميا او جير بيست وتبدأ تسوق ليه. وليكن دلوقتي انا هدخل على سوق، فانصحك مباشرة ان انت تدخل على سوق او جوميا او اي منتج وتروح على وصلنا حديثا ده وتختار ايا كان المنتجات او النيتش اللي انت هتروج عليه. وليكن انا هاخد مثلا نيتش الجواكت، تمام، وانزل اشوف منتج يكون سعره كويس والخامة بتاعته كويسة. وليكن مثلا انا هاخد اي منتج من المنتجات دي، وليكن مثلا الكارجين اللي هو طويل وقطن وسعره 120 جنيه. انا شايف ان المنتج ده سعر ممتاز جدا، خصوصا ان احنا لما بحثنا على الماركت بليس لقينا اسعار من 175 و300 و200 وزي ما انت شايف، تمام. فانا هختار منتج زي ما قلت لسه واصل حديث على المواقع التسويق ويكون سعره كويس وتكون خامته كويسة والوانه كويسة علشان يكون ليا الافضلية على الترويج على ماركت بليس. وليكن انا دلوقتي هفتح المنتج ده، تمام، زي ما انت شايف بيجيب لي المواصفات وكل حاجة ووقت الشحن وازاي يوصلك والالوان وكل ده. انا هعمل ايه؟ كل اللي انت هتروحه بقى هنرجع للماركت بليس على صفحة البيع، ان انت تضغط على بيع شيء وتبدأ بقى تملى البيانات الخاصة بالمنتج اللي انت هتروج ليه، تمام. بالنسبة لاسم المنتج هنا احنا هنقسم اسم المنتج لثلاث حاجات.
اول حاجه او اول جزء في اسم المنتج، وركز لان الكلام ده مهم جدا، وهو نص تسويق. تاني حاجه اسم المنتج نفسه. تالت حاجه وهي تفاصيل او معلومات غير مكتمله. يعني ايه؟ يعني انا بكتب في الاول نص تسويقي او جمله محفزه، يعني خصم 50%، اشتري الان، او الان معروض بخصم كذا، فرصه لا تعوض كده. وبعد كده بتكتب اسم المنتج، وبعد كده بتبدا تكتب مواصفات المنتج، تمام. وبعد كده هكتب مثلا كارديجان، تمام، قطن. بعد كده بقى بنيجي للنص التحفيزي او النص الغير مكتمل، وهو وصف او باقي اوصاف الخاصه بالكارديجان اللي احنا بنعرضه، او المنتج او السلعه اللي احنا بنعرضها. بنجيب الوصف ده منين؟ بنروح للمنتج اللي المفروض احنا بنروج له. بقول لك هنا كارديجان طويل قطن بجم النساء من نوع اندورا مثلا، فاجي هنا واكتبه هنا، وطبعا في حدود 100 حرف زي ما احنا شايفين، تمام. بعد كده ننزل بقى لايقونه السعر، وهنا لازم نكتب سعر تنافسي او نكتب ميزه من الميزات اللي شفناها دلوقتي. قدامك حل من ثلاثة، يا اما تكتب السعر صفر فيظهر له مجاني، يا اما تكتبه مثلا جنيه او 20 او 30 سعر افتراضي، تمام. وطبعا انت هتكتب السعر الرئيسي فوق هنا، لو كتبت هنا سعر افتراضي هتكتب هنا السعر الرئيسي، او بتكتب مثلا بخصم 50% للتواصل، اضغط على تواصل عشان تعرف السعر بالتفصيل. فانت مثلا هتكتب هنا سعر المنتج 150 جنيه. هتقول لي ليه 150 جنيه؟ ليه وانا هربح ازاي؟ هقول لك ده في اخر، بعد ما نرفع المنتج ونشوف ازاي تربح من المستهلك او اللي هيشتري منك المنتج، وتعرف طريقه ربحك بالكامل هتبقى عامله ازاي. فتابع الفيديو لاخره وتابعه ثانيه بثانيه، ليه مهم جدا جدا. بعد كده بننزل بقى على حاجه مهمه، وهي المدينه او الموقع، وهنا تكتب المدينه اللي انت عايش فيها، علشان لما يجي حد يبحث في مدينتك توصل له المنتجات دي. حد يقول لي هو انا مش هسوق غير المنطقه اللي انا عايش فيها بس؟ هقول لك لا، ما تقلقش، في خانه تانية او طريقه تانية انت تقدر تسوق لاي مدينه تانية غير المدينه اللي انت عايش فيها. المهم انت هتختار المدينه، وبعد كده تختار الفئه، فئه المنتج بتاعك. طبعا الفئه ملابس، فتختار منتج خاص بالملابس مثلا، ملابس واحذيه نسائيه، تمام. بعد كده بقى بتيجي هنا وصف العنصر والصوره الخاصه بالعنصر بتاعك. هنا وصف العنصر بتكتب كل مواصفات المنتج اللي انت بتروج ليه، وتهتم قوي 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 بالمميزات الخاصه بالمنتج بتاعك، سواء كان مميزات مثلا طبيعه الانتاج او سعر او الخامه او انت ادرى بالمنتج اللي انت هتروج ليه، فلازم تكتب هنا كل المميزات الخاصه بالمنتج بتاعك. وطبعا في الوصف اوعى تحط رابط الافلييت بتاعك خالص في الوصف او اي روابط، لانها هتظهر ككلمه. بعد كده بترفع صوره للمنتج، ولازم تجيب صوره احترافيه 100% وتكون جودتها عاليه علشان تشد الزائر او تشد الناس اللي هتشتري. بعد ما ترفع الصوره الخاصه بالمنتج بنضغط على التالي علشان نكمل نشر المنتج بتاعنا. هنا بيدي لك اختيار او تحديد جمهور خاص بالمنتج بتاعك، هل انت هتنشره على الماركت بليس بس، ولا ترفعه على الملف الشخصي بتاعك. والمفروض هنا بيظهر اختيار تاني، ان انت تقدر تروج المنتج ده على الصفحات والجروبات اللي انت مشترك فيها بحد اقصى 10 جروبات. فتعالوا نضغط على نشر ونشوف الطبيعه عامله ازاي، علشان نبدا نروج ونشوف ازاي هنشره على المنتج على الماركت بليس والجروبات والصفحات التانية. خلاص احنا رفعنا المنشور بتاعنا او المنتج بتاعنا على الماركت بليس، المفروض زيه زي اي منتج قدامنا مثلا هنا، بتضغط عليه وبتضغط على ارسال هل العنصر متوفر او ارسال، عشان تدخل على الفيسبوك او على الماسنجر ويتم التواصل مع صاحب المنتج. كمثال مثلا قدامنا هنا الرسائل ديت، انت بتبدا تتواصل مع المنتج او اللي عايز يشتري بتواصل معاك، وبتدي له تفاصيل اكتر من حيث السعر والمواصفات وهكذا، او لو في خصم وهكذا. طيب احنا عرفنا ازاي نستغل ونرفع المنتجات ونستغل الميزات التنافسية، طيب انا هربح ازاي؟ اول حاجة انت بتتفق مع العميل على الحاجة اللي هو هيشتريها. في الاول انت بتقول له بقى طرق الدفع ازاي، هل هو هيدفع لك تحويل بنكي، ولا فودافون كاش، ولا تحويل بريدي، ولا ايا كان طرق الدفع بتاعك ازاي. طيب انت بتتأكد بالاول ان هو هيحول لك مثلا نص المبلغ،
بعد كده انت هتروح تشتري بقى المنتج بنفسك وباسمك من رابط الافلييت بتاعك، من سوق، من جوميا، من ادمتاد، من اي موقع تسويق بالعمولة. يبقى انت هنا اول ربح وهو 3% او 5% او 7% او 10% على المنتجات اللي انت بتسوق لها اصلا عن طريق روابط الافلييت بتاعتك. فهنا اول ربح من نسبة المبيعات اللي انت بتبيعها. تاني ربح ان مثلا لو الخصم اللي موجود على الموقع 50% خليه انت 25%، يبقى العميل استفاد وفي نفس الوقت انت استفدت بقيمة الخصم اللي هي 25% ديت، وتحطها كمبلغ زائد على السعر. ونفترض مثلا المعطف او الكارجن اللي احنا كنا سوقناه هو مثلا 120، انا عرضته في على الماركت بليس ب 150 جنيه، يبقى انا ربحت 30 جنيه الزيادة دول اللي هما مثلا نسبة من الخصم، وكمان ربحت اللي هو 7% او 10% قيمة ربحك من التسويق بالعمولة، لان انت هتشتري من رابط الافلييت بتاعك الخاص بيك. في نفس الوقت حاول ما تظلمش العميل، او حاول تدي قيمة سعرية مقابلة لجودة المنتج اللي انت بتشتغل عليه. طيب خلاص كده احنا نشرنا المنتج بتاعنا على الماركت بليس. طب هنزود نسبة رؤية المنشور ازاي؟ زي ما قلنا ان انت بتدي سعر تحفيزي او سعر قوي جدا جدا، بتخلي الزائر او اللي عايز يشتري يضغط على المنتج بتاعك ويبدأ تزيد عدد مرات الزيارة على المنتج بتاعك. او ممكن تعتمد على النص التسويقي اللي انت بتكتبه في اول العنوان اللي هو مثلا فرصة او خصم 50% او كلمة تحفيزية في الاول تخلي اللي هيشوف المنتج بتاعك يروح يضغط عليه مباشرة. تالت حاجة هو انت تختار صورة بجودة احترافية وصورة جذابة جدا للمنتج اللي انت بتروج له، علشان برضو تخلي المشتري يضغط على الصورة تمام ويبدأ يشوف المنتج بتاعك، وكل ده طبعا بيتزود عدد المشاهدات زي ما قلنا على المنتج. رابع حاجة معانا وهي ان انت تعمل اعادة ترويج للمنتجات، يعني مثلا النهاردة منتج، بكرة منتج، بعده منتج تاني، ولكن كل اسبوع انت تقدر تعيد نشر نفس المنتج من نفس المكان. من هنا زي ما انت شايف تيجي هنا على ايقونة تجديد 7 ايام، يمكنك تجديد قائمة معروضات هذه المنشور خلال 7 ايام، يعني كل 7 ايام تقدر تجدد نشر البوست بتاعك او المنتج بتاعك على الماركت بليس، وطبعا ده هيزود نسبة رؤية المنشور عند المشاهدين، فيبدأ طبعا زيادة الطلب ان شاء الله، وتبدأ تتواصل وتبدأ تحقق الارباح بتاعتك، وكله على حسب المنتجات اللي انت بتسوق لها وعلى حسب جودتها وعلى حسب الميزة التنافسية الخاصة من المنتج بتاعك. كده يكون فيديو النهاردة بتاعنا خلص. يا ريت بقى لو عجبك اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك اشعارات بكل فيديوهاتنا بمجرد رفعها على القناة، وطبعا ما تنساش اللايك والشير علشان الكل يستفيد.